أخبار مغربية، أخبار محلية، أخبار عالمية. بعد ضربات المغرب المتلاحقة، إسبانيا تستفز المغرب وتنشر دعما عسكريا على بعد 300 متر من الحدود. كشفت تقارير إخبارية إسبانية أن البحرية الحربية الإسبانية أقدمت على إجراء ما يشبه مناورات ودعم لوجستيكي لتواجدها العسكري في جزيرة الحسيمة أو النكور التي تبعد ب 300 متر من الساحل مدينة الحسيمة وتحتلها إسبانيا منذ فترة طويلة. وحسب نفس المصادر فإن البحرية الإسبانية أرسلت منذ أيام سفينة حربية للدعم اللوجستيكي والحربي والطائرات المروحية من نوع شينوك، الأمر الذي اعتبره البعض استعراضا للقوة. وحسب نفس المصادر فإن هناك اعتقادا يسود وسط الإسبان أن الأزمة اقتحام المغرب لمدينة سبتة يدخل ضمن مخطط يتعلق بالتمهيد لطرح سبتة ومليليا لتصفية الاستعمار بعد اقتراب المغرب من حسم نزاع الصحراء.